بداية نرحب بمدير شباب ورياضة البصرة الأستاذ صادق الكناني، مرحبا بك في المربد. أهلا وسهلا بكم وبقناتكم التي تعتبر الأولى في محافظة البصرة من ناحية مستمعيها ومصداقيتها. شكرا جزيلا أستاذ صادق. أستاذ صادق، إذا نتحدث عن ما نفذ خلال عام 2022 وخطتكم لعام 2023 في مديرية شباب ورياضة البصرة. في الحقيقة بالنسبة إلى الخطة الاستثمارية هناك مشاريع عديدة جدا مقترحة من قبلنا إلى محافظة البصرة والتي استكملت جميع الإجراءات، الباقي هو فقط مصادقة وزارة التخطيط عليها. نعم. هذه من ضمن هذه المشاريع هي حقيقة ترميم إعادة ترميم المنتديات كافة، وهي 15 منتدى منتشرة في بقاع محافظة البصرة. كذلك لدينا هناك ملاعب جديدة في أطراف، يعني على سبيل المثال في قضاء القرنة هناك مناطق شاسعة جدا، وكما تعلمون أن محافظة البصرة هي مترامية الأطراف. نعم. وبحاجة إلى بنى تحتية كبيرة. نعم، تمتلك البصرة رقم واحد في عدد الملاعب التي تمتلكها من البنى التحتية، لكن هناك مناطق بعيدة مثل النصير في القرنة سننشئ ملعب تعداده 5000 متفرج، وهناك أيضا مشاريع أخرى في ناحية خور الزبير ومناطق الهارثة الخالية من المنشآت الرياضية والشبابية والمنتديات. نعم. كذلك هناك مشاريع متلكئة كانت في السنوات المقبلة باشرنا في السنوات الماضية. نعم، في عفوا السنوات الماضية استنف العمل بها، مثل على سبيل المثال منتدى السيبة التي بلغت نسبة إنجازه حاليا 30%، وكذلك قاعتي التايكوندو في نادي البصرة الرياضي. نعم. وكذلك قاعة المصارعة والملاكمة في ملعب أسود الرافدين في أبي الخصيب. كذلك هناك في ناحية الإمام الصادق لدينا قاعة مغلقة، وفي ناحية القرن عفوا في قضاء القرنة في مركز القضاء هناك قاعة كبيرة جدا سترقي بظلالها، وسنستثمرها أيضا في مجال الرياضة واستقطاب الرياضيين. فهناك هذه المشاريع مجملة حقيقة لها الأثر الواضح سيكون إن شاء الله، وستكون هناك نقلة نوعية في قطاع الشباب والرياضة. نعم، هذه خلال 23 أستاذ صادق. نعم. ماذا عن 22؟ شنو دخل عندنا للخدمة؟ يعني شنو أكو مشاريع تنفذت في عام 22؟ نعم، في الحقيقة في عام 22 جنحنا دائما نحن وبغياب الموازنة إلى المنافع الاجتماعية. نعم. هناك لدينا ملعب مفتوح وأربع تقريبا أربع ملاعب خماسية وسباعية في ناحية السيبة لدينا، وكذلك في قضاء الزبير. هذه الملاعب أنشئت في ناحية السيبة عن طريق شركة كويت إنرجي، وفي قضاء الزبير أيضا عن طريق شركة إيني الإيطالية، وموعودون أيضا خلال هذا العام بإذن الله تعالى في مناطق أخرى في حقول مجنون وكذلك في شمال البصرة الحقول النفطية سننشئ منشآت رياضية في مختلف المناطق. نعم أستاذ صادق، محافظة البصرة كانت مستضيفة لحدث رياضي جدا مهم اللي هو خليجي 25، ويعني خرجت بنتيجة رائعة. شلون استثمرتوا هذه النتيجة في مديرية شباب ورياضة البصرة في وقت البطولة وفي المستقبل؟ في الحقيقة خليجي 25 الذي يعد مفخرة لمحافظة البصرة بصورة خاصة والعراق بصورة عامة كان ألقى بظلالي حقيقة من ناحية العلاقات مع دول الخليج العربي. فلغاية هذه اللحظة هناك اتصالات مباشرة ليس على صعيد النشاط الرياضي فحسب، وإنما في نشاطات أخرى ثقافية وفنية ستستضيفها البصرة بإذن الله من قبل المهرجانات والمخيمات الكشفية وما شاكلها عن طريق العلاقات مع دول الخليج العربي. كذلك هناك الخبرة المتراكمة التي اكتسبناها من خلال تنفيذ هذه البطولة ستنفعنا جيدا في إقامة بطولات محلية ودولية أخرى أو إقليمية، لا سيما أن البصرة ستستضيف بإذن الله تعالى بطولات أخرى آسيوية وكذلك دولية. أستاذ صادق، يعني في كل سنة خلال شهر رمضان تكون عندكم أنشطة خاصة بهذا الشهر الكريم، فما هي أنشطة مديرية شباب ورياضة البصرة خلال هذا الشهر؟ في الحقيقة شرعنا مباشرة بحلول شهر رمضان المبارك بحملة كبيرة لتوزيع سلة رمضانية على العوائل المتعففة التي ستشمل المركز ومختلف الأقضية والنواحي ابتداء في مقر مديرية الشباب والرياضة وكذلك في مقر المنتديات المنتشرة في أرجاء محافظتنا العزيزة. نعم، تقريبا كم سلة راح توزعون؟
بالنسبة للمركز ما يقارب 1000 سلة رمضانية، وباقي المنتديات حسب التعداد السكاني والكثافة السكانية في هذه المناطق. نعم، أكو عندكم نشاطات رياضية أو نشاط في المنتديات الرياضية تابعة لكم خلال شهر رمضان؟ نعم، هناك بطولات رمضانية ستقام في أغلب المنتديات، لا سيما في عز الدين سليم والمنتدى النسوي وكذلك منتدى البصرة والمنتديات الأخرى، وكذلك هناك فقرة الألعاب الشعبية الرمضانية التراثية التي ستقام في منتصف شهر رمضان المبارك. Thank you.